بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد درسين جداد مع بعض. هناخد درس قصور عشرية بأرقام مختلفة، والدرس الثاني مقارنة الأجزاء من 10 والأجزاء من 100. أما بالنسبة لدرس المقارنة باستخدام النماذج، فده الوزارة لغته من علينا، يعني الدرس ده للاطلاع، عاوز تذاكره ماشي، مش عاوز تذاكره براحتك. فعشان كده إحنا مش هنشرحه ومش هنضيع وقت فيه. أول سؤال معايا هنا بيقول لي إيه بقى؟ قارن بين 36 من 100 و38 من 100. عشان أعمل مقارنة هنا قال لي والله ببدأ أشوف كل عدد في خانة أو في الخانة بتاعته، يعني أنا عندي هنا مكتوب لي مين؟ أول حاجة قال لي الصفر، وبعد كده 38 من 100، والعدد الثاني قال لي والله عبارة عن 36 من 100. مين هنا الكبير؟ بص يا سيدي، أنا ببدأ أبص على كل عدد في أول خانة، فأول خانة هنا عندي على اليد الشمال الآحاد فيها صفر، تم هنا برضو على الآحاد فيها صفر. هنا فيها الخانة اللي بعدها جزء من 10 فيها 3، تم هنا كمان جزء من 10 فيها 3. هنا بتاعت الجزء من 100 فيها 8، تم هنا الجزء من 100 اللي فيها 6، يبقى مين الكبير، الثمانية ولا الستة؟ قال لي لا الثمانية، يبقى على طول هو ده الكبير. يبقى تاني لما اجي اعمل مقارنة، طالما العددين فيهم عدد نفس عدد الخانات، يعني انا هنا عندي عددين في خانة جزء من 10 وجزء من 100، وهنا جزء من 10 وجزء من 100، لا يبقى اللي فيه اكبر او اللي موجود كتير هنا، يعني هنا 38 وهنا 36، لا يبقى هو ده الكبير. طالما عدد الخانات هنا قد عدد الخانات هنا، فببص بقى هنا اللي موجود هنا كبير مين؟ قال لي 38، لا يبقى 38 هي الكبير. فهمتها ازاي؟ يبقى تاني لما اجي اقارن اشوف عدد الخانات اللي موجوده عندي. طب نروح ان شاء الله ناخد تدريبات كتيره قوي على الدرس ده، ركز معايا كده. اول حاجه هيجي يقول لي قارن باستخدام جدول القيمه المكانيه، ركز يا سيدي. لما اقول لي قارن باستخدام جدول القيمه المكانيه، يعني انا معناها ان انا اشوف كل عدد موجود هو في خانه ايه؟ فمثلا انا عندي هنا اول واحد ده قال لي 3 و54 من 100، طب ال 3 دي في خانه مين؟ قال لي الاحاد، يبقى تاني جايه في خانه الاحاد هنا وكاتب 3. بعد كده علامه، ادي العلامه العشريه. بعد كده 5 في جزء من 10، يبقى في يدي 5. بعد كده 4، يبقى اكتب هنا 4. طب اللي بعده قال لي 3 في خانه الجزء من في خانه الاحاد اهي، يبقى تاني جايه في خانه الاحاد وكاتب 3. هنا قال لي الواحد في خانه جزء من 10، يبقى تاني هنا جاي وكاتب 1. هنا 6، بكتب هنا كمان 6. ابدا اقارن بقى، بص الاقي هنا في الاحاد 3 وهنا كمان كام؟ وهنا تحت كمان 3، يبقى دي 3 ودي 3، دول قد بعض خلاص، يبقى ما جيش يمه. بص بقى هنا 5 وهنا 1، على طول ببدأ أقارن ورايح من الشمال لليمين، الخمسة ولا الواحد من الكبير؟ قال لي لا الخمسة، يبقى على طول العدد اللي فيه 5 من 10 ده هو ده الكبير، يبقى هو ده على طول الكبير. طب اللي بعده قال لي ده أنا عندي هنا مين؟ 2 من 100، إنما ده 2 من 10. هقول لك دلوقتي طريقة تانية بعد ما نخلص الحلين دولت إزاي نحل بيها، أسهل من الجدول. يلا بس الاول انا عندي هنا في خانه الجزء من في خانه الاحاد قال لي صفر، بكتب هنا صفر. اللي بعده علامه عشريه، ادي العلامه. الصفر في جزء من 10، اكتب الصفر. بعد كده 2 هنا في خانه الجزء من 100، اكتب هنا 2. طب هنا اللي بعده قال لي في خانه الاحاد صفر، بكتب الصفر. بعد كده علامه، ادي العلامه. بعد كده 2 في جزء من 10، ادي 2. طب هنا الخانه فاضيه، قال لي سيبها فاضيه زي ما هي او اكتب مكانها زيرو، عادي مش فارقه. دلوقتي بقى هبدا اعمل مقارنه. يلا هنا صفر وهنا صفر، لا الاثنين قد بعض. اخش على اللي بعد كده جزء من 10، هنا صفر وهنا 2، يبقى مين الكبير؟ قال لي لا والله اللي فيه الاثنين، اللي في 2 انهي؟ اللي في خانه الجزء من 10 اللي هو ده، يبقى هو ده الكبير. تمام كده؟ طب اللي بعده بيقول لي انا عندي 1 و4 من 10 ولا 41 من 100؟ اقول له والله الاولاني ده هو اكتبه، انا عندي ده الواحد في خانه الاحاد، يبقى تاني جاي في خانه الاحاد وكاتب 1. بعد كده علامه، اكتب هنا علامه. هنا 4 في خانه الجزء من 10، اكتب 4. بعد كده الخانه دي فاضيه، يا اما اسيبها فاضيه عادي او احط مكانها زيرو، مش فارقه. طب اللي بعدها قال له والله ده انا عندي هنا الواحد في خانه الاحاد، يبقى ادي الواحد. بعد كده علامه عشريه، ادي العلامه. بعد كده اربعه، يبقى ادي الاربعه. هنا موجود في الخانه اللي بعدها زيرو، يبقى احط زيرو. ابدا اقارن، هبص الاقي اللي فوق هنا واحد في خانه الاحاد وهنا واحد، هنا اربعه وهنا اربعه، بعد كده هنا صفر وهنا صفر، قال لا ده الاثنين طلعوا قد بعض، اه يبقى الناتج بيساوي. فهمت كده انا عملت المقارنه ازاي؟ نروح للمثال اللي بعده. هنا بقى بص يا سيدي، لما اقول لي قارن باستخدام اكبر من او اصغر من او يساوي، هنا هعمل ايه؟ قال لي والله لازم اشوف عدد الخانات قد عدد الخانات الاول هنا قد بعضها ولا لا. ازاي؟ انا عندي هنا ابص الاول على العدد ده، هنا 5 في الاحاد وهنا 5 في الاحاد، هنا 3 في جزء من 10 وهنا 3 في جزء من 10، هنا 1 في خانه الجزء من 100 وهنا 2 في خانه الجزء من 100، لا ده الاثنين هي الكبيره، يبقى مساعدته هو ده الكبير. طب اللي بعده بقى بيقول انا عندي هنا 2 من 10 وده 14 من 100، عاوز اعمل مقارنه. بص يا سيدي، ابص هنا الاقي دي فيها كم عدد؟ الاقي هنا في بعد العلامه جزء من 10 وجزء من 100. طب هنا قال لي ده هنا جزء من 10 بس، قال لي طالما ما فيش حاجه جنبها زود لها زيرو. بقى دلوقتي العدد 20 من 100 و14 من 100، مين الكبير؟ قال لي لا ده ال 20، يبقى هو ده الكبير.
فهمتها كده؟ طب اللي بعدها، يلا انا عندي هنا كم عدد في من بعد العلامه اللي عدد واحد، طب هنا من بعد العلامه اللي فيه عددين الواحد والصفر، خلاص انا كده قلت لازم يكون عدد الاعداد هنا قد هنا، فانا عندي هنا اعمل ايه؟ الغ لها، زود صفر كمان، بقت 10 من 100 و10 من 100، مين الكبير؟ قال لي لا ده الاثنين كده بقوا قد بعض، يبقى الناتج بيساوي. طب اللي بعده، طالما ابص على اعداد هنا كم عدد؟ قال لي 1 2، وهنا كم عدد؟ قال لي 1 2، لا بقى هنا ابدا مقارنه، اعمل مقارنه عادي. والله والله انا عندي هنا في الجزء من 10 فيه مين؟ قال لي 4. وهنا في الجزء من 10 اللي فيه مين؟ الصفر. مين الكبير؟ الصفر ولا الاربعه؟ قال لي لا الاربعه، يبقى على طول هو ده الكبير. حتى بص يا اخي انا بقول لك 4 من 100 ولا 40 من 100؟ مين الكبير؟ فاقول له لا طبعا ال 40 من 100. طب اللي بعده، يلا انا عندي 7 من 10 وهنا 73 من 100، هقارن ازاي؟ هقول له والله انا عندي اول حاجه هنا خانه واحده على ايدي اليمين، طب هنا كم خانه؟ قال لي 2، لا يبقى زود هنا صفر زيها. واقول له والله دي بقت 70 من 100 ودي 73 من 100، مين الكبير؟ قال لي لا 73، يبقى اقول له هي دي الكبيره. طب اللي بعدها بقول انا عندي هنا 1 و75 من 100، بعد كده هنا 3، الثلاثه دي في خانه مين؟ قال لي الاحاد. طيب الواحد ده اهو، قال لي والله ده على ايدي الشمال يبقى في خانه الاحاد. الثلاثه دي اللي في خانه الاحاد عشان قيمتها ب3 هتفضل زي ما هي ب3. انما انا عندي هنا على ايدي الشمال، خلي بالك هنا قال لي 1 بعد كده جزء من 10 بعد كده جزء من 100، انا كنت بقارن ازاي؟ قال لي والله بشوف كل عدد من على ايدي الشمال فانهي خانه؟ يلا على حسب الخانات، التلاتة دي في خانة الأحاد والواحد ده في خانة الأحاد، مين الكبير؟ قال لي التلاتة، يبقى على طول ده الكبير. طب هنا يا مستر جنبها أعداد، قال لي ماليش دعوة بيها، طالما ببص على العدد اللي على إيد الشمال في أول خانة. هنا التلاتة دي في خانة الأحاد وهنا الواحد ده في خانة الأحاد، لا يبقى التلاتة على طول هي الكبيرة. نروح للمثال اللي بعده. هنا برضو بيقول لي قارن باستخدام أكبر من أو أصغر من أو يساوي. بيقول لي 7 من 10 ولا 15 من 100، مين الكبير؟ هقول له والله عشان اعمل مقارنه يا اما اخليهم الاثنين كسور زي دي يا اما اخليهم الاثنين اعداد عشريه زي دي. طب هعمل ايه يا مستر؟ قال لي الاثنين واحد مفيش مشكله. فانا الاسهل ليا قال لي لا والله ممكن اخليهم كسور زي بعض. ازاي؟ قال لي دي 7 على 10 او 7 من 10، لو حبيت اكتبها في كاس قال لي عباره عن 7 على 10. صح ولا لا؟ تمام. طب هنا 15 على 100، ادي ال 15 على 100. طب دلوقتي يا مستر انا عندي دي 7 على 10، قال لي انا عايز اخلي دي 100 شبه ال 100، قال لي زود هنا صفر. وطالما زودت صفر تحت قال لي يبقى زود صفر فوق. بقى دلوقتي 70 على 100 ولا 15 على 100، مين الكبير؟ قال لي لا ال 70 على 100، يبقى اقول له هي دي الكبيره. طب اللي بعدها قال لي 1 و42 على 100، هقول له والله الواحد ده عدد صحيح ماليش دعوه بيه. فبيقول لي هنا كام؟ و42 من 100. 42 من 100 يعني كأن بقول له هنا شيل العلامه وحط مكانها تحت الصفرين بتوع ال 100 واكتب بقيه الرقم زي ما هو، يبقى 1 وكام؟ 142، هتبقى كام؟ 142 على 100. ودي كمان برضه قال لي 142 على 100، لا يبقى الناتج هنا بيساوي. طب اللي بعده بيقول لي 3 اجزاء من 100 ولا 3 من 10؟ اقول له والله اول حاجه 3 اجزاء من 100 يعني 3 على 100. طب هنا قال لي 3 على مين؟ 3 من 10 يعني 3 على 10. دلوقتي انا عندي ده 100 وده 10، قال لي لا يبقى زود هنا كام؟ شاطر، يبقى زود هنا صفر، وطالما زودت تحت صفر يبقى زود فوق صفر. بقت 30 على 100 ولا 3 على 100، مين الكبير؟ قال لي لا ال 3 على 100، يبقى ده على طول الكبير. اللي بعده بيقول لي 48 جزء من 100 ولا 1 و32 من 100، المسألة لحد هنا كده. يلا، بيقول لي مين الكبير بقى؟ قول له والله ده بيقول لي 48 جزء من 100، يبقى على طول اتني كاتب له 48 من 100 اهي. وهنا قال لي 1 وعلامه 23 من 100. بيقول لي عاوز يعرف مين هنا الكبير؟ اقول له والله الموضوع سهل، كنت ببص على كل عدد في انهي خانه. يلا انا عندي هنا اللي موجود في خانه الاحاد صفر، وهنا قال لي 1، لا ده الواحد الكبير، يبقى على طول ده الكبير. من غير ما افكر بقت سهله اهي. هنا بيقول لي 2 و3 من 10، وهنا 23 على 10. عاوز اعرف مين الكبير؟ اقول له يا عم الموضوع سهل، مش انا هنا 2 و3 من 10؟ قال لي اه، شيل العلامه واقسمها على 10. بقت كام؟ قال لي 23 برضه، اهي بقت 23 على 10، ودي 23 على 10، قال لي اه يبقى الناتج يساوي. طب هنا بيقول لي 4 احاد وخمسه اجزاء من 10، هقول له ماشي 4 احاد يبقى تاني عامل خانه الاحاد، بعد كده علامه، بعد كده خانه جزء من 10. بيقول لي 4 في الاحاد يبقى ده 4 في الاحاد. خمس اجزاء من 10 يعني 5 في خانه الجزء من 10. طب هنا قال لي 4 و5 من 100، هبدا اقارن. هبص الاقي عندي هنا مين؟ قال والله ال 4 في خانه الاحاد ودي 4 في خانه الاحاد قد بعض. طب اللي بعده قال لي لا ارجع تاني كده بقى، عندي هنا في خانه الجزء من 10 صفر، طب هنا في خانه الجزء من 10 كام؟ قال لي 5،
مين الكبير؟ لا الخمسة هي الكبيرة، يبقى ساعتها أقول له لا، يبقى اللي على إيد اليمين ده أهو هو الكبير. نروح للمثال اللي بعده. هنا بيقول لك بقى، ودي تدريبات كتير، ركز معايا. كل اللي هعمله يا إما هزود صفر، وده أكتر حاجة أنا هعملها، هزود صفر، مش هعمل حاجة أكتر من كده، لو لقيت أعداد الخانات مش قد بعضها. تمام؟ قال لي تمام. هنا بص، يلا، هنا عدد الخانات 2، وهنا كام رقم؟ قال لي برضه 2، لا يبقى هنا أبدأ أقارن. هنا في خانة الجزء من 10 صفر، إنما هنا في خانة الجزء من 10 3، لا التلاتة الكبيرة، يبقى ده الكبير. أو ده 34 من 100، وده 4 من 100. مين الكبير؟ قال لي لا 34، يبقى هو ده الكبير. طب اللي بعده، أنا عندي هنا كام عدد؟ قال لي عددين، جزء من 10 وجزء من 100. طب هنا قال لي جزء من 10، فاضل لي كمان ممكن أزود عدد عشان أخليها جزء من 100، أزود صفر. بقى 30 من 100 ولا 35 من 100؟ مين كبير؟ لا أقول له لا، ال 35 من 100 هي الكبير. طب اللي بعدها 18 من 100، ودي 4 من 10. طالما هنا بقول من 10 ودي من 100، لا يبقى زود صفر هنا كمان. اقول له بعد كده ايه بقى؟ اقول له والله 18 من 100 ولا 40 من 100، دي بقت 40. مين الكبير؟ اقول له لا، يبقى دي الكبير. يبقى انا بعمل بزود صفر عشان اعمل عمليه تساوي للخانات. يلا اللي بعدها، قول انا عندي هنا 30 من 100 ولا 3 من 10؟ اقول له والله ده دي فيها خانتين. يبقى هنا نفس النظام، ازود عدد عشان يبقى فيها خانتين. يلا بقى 30 من 100 و30 من 100، لا اقول والله دي بتساوي. هنا 60 من 100 وهنا 8 من 10، اعمل ايه؟ قال لي زود زيرو عشان هنا فيها عددين، يبقى هنا لازم يكون فيها عددين. بقت 60 من 100 ولا 80 من 100؟ مين الكبير؟ اقول له لا 80 هي الكبير. طب اللي بعدها، انا عندي 7 من 100 ودي 7 من 10، هنا في عددين اهم، انما دي ما فيهاش عددين، قال لي زود صفر على ايد اليمين. بقت 70 من 100 ولا 7 من 100؟ مين الكبير؟ فاقول له لا والله ال 70 هي الكبير. طب اللي بعده بيقول لي 3 و85 من 100 و3 و52 من 100. دلوقتي ابص الاقي هنا عندي ثلاث ارقام وهنا ثلاث ارقام، ابدا اقارن. هنا في خانه الاحاد 5، انما في خانه الاحاد هنا 3، ببدا اقارن، ببص من على الشمال. يلا هنا 3 وهنا 5، مين الكبير؟ اقول له لا الخمسه الكبيره، يبقى على طول ده الكبير. اللي بعده قال لي انا عندي 1 و3 من 10، انما ده قال لي 1 و36 من 100. عندي هبدا ابص والله هنا احاد 1 وهنا احاد 1. هنا 3 في خانة الجزء من 10 وهنا 3 في خانة الجزء من 10. طب هنا في خانة الجزء من 100 6، هنا مفيش حاجة، قال لي لا ممكن أزود لها زيرو. بقت 1 و36 من 100 ولا 31 من 100؟ من الكبير؟ لا أقول له والله 1 و36 هي دي الكبير. اللي بعده بيقول أنا عندي هنا 10 و2 من 10 ولا 1 و2 من 100. هبدأ أبص، أنا عندي هنا اللي على يدي الشمال قال لي عندي هنا موجود صفر في خانة الآحاد. طب الخانة اللي بعدها قال لي ده خانة العشرات. طب هنا قال لي خانة الآحاد، هبص الاقي هنا الواحد ده موجود في خانه العشرات. طب هنا قال لي لا والله موجود واحد في خانه الاحاد، الواحد في خانه العشرات قال لي ب 10، يبقى على طول ده الكبير. او حتى هنا بيقول لي 10 و2 من 10 ولا 1 و2 من 100، اقول له والله انا ببص على العدد هنا اللي موجود، الاعداد الصحيحه هنا 10 وهنا 1، لا يبقى ال 10 هي الكبيره. نروح للمثال اللي بعده. هنا بيقول لك عندك ايه؟ 24 على 100 ولا 6 من 10؟ هعمل ايه؟ قال لي هبدا اقارن او اخليهم زي بعض. انا كنت في اللي فات قال لي ممكن اعمل ايه؟ قال لي ممكن ديت اخليها دي 6 من 10، قال لي ممكن اخليها 6 على 10. بعد كده قال لي دي 24 على 100، بس دي يا مستر هنا 10 وهنا 100، قال لي ممكن ازود تحت صفر وازود فوق صفر. بقت 60 على 100 ولا 24 على 100؟ قال لي لا والله 60 على 100 هي الكبير. طب اللي بعدها قال لي 34 من 100 ولا 6 على 10؟ اقول له ال 34 من 100 دي عباره عن 34 على 100. هنا قال لي دي عباره عن 6 على 10. هبدا ابص الاقي عندي هنا مين؟ الاقي هنا المقام 100، يبقى اخلي الصغير ده زيه 100، ازود هنا صفر وازود فوق صفر. بقت 60 من 100 ولا 34 من 100؟ لا والله 60 من 100، يبقى اقول له دي الكبير. طب اللي بعدها هنا بيقول لي 134 على 100 ولا 1 و4 من 100؟ قلت والله ده انت لما عندي هنا خانتين، يبقى بشيل العلامه ده ايه واحط تحت 100 واكتب الارقام زي ما هي، يبقى دي 1 و4، يبقى 104 ولا 134؟ مين الكبير؟ دلوقتي انا عندي المقام 100 وهنا المقام 100، ببص البسط، انا عندي 134 ولا ال 104؟ قال لي لا والله انا عندي هنا ال 134 هي الكبيره، بقول له دي الكبير. طب اللي بعدها بيقول لي 23 من 100 ولا 23 على 10؟ فقول له 23 من 100 يعني اخلي المقام هنا كام؟ اقسمها على 100، يبقى اشيل العلامه واكتب له 23 على 100. طب هنا بيقول لي 23 على 10، اهي ال 23 على 10 زي ما هي. هلاقي المقام هنا 100 انما المقام هنا 10، قال لي لا لازم اخلي المقامات شبه بعضها، يبقى زود تحت صفر وازود كمان فوق صفر. بقت هنا 230 على 100 ولا 23 على 100؟ مين الكبير؟ لا والله ال 230 هي الكبير.
اللي بعده بيقول لي 7 أجزاء من 10 ولا 7 من 10؟ ما أنا عارف قبل كده 7 أجزاء من 10 يعني 7 من 10، و7 من 10 مين الكبير؟ أقول له لا والله ده الاثنين قد بعض. هنا بيقول لي 28 98 جزء من 10، خلي بالك. وقال لي جزء من مين؟ قال لي من 10، بات لنا رسم خانة بعد كده علامة بعد كده خانة تانية بتاعت الجزء من 10. بيقول لي 98، يبقى اكتب الرقم ده زي ما هو 98 اهو. ليه؟ لان انا كده كده بكتب العدد الصحيح وببدا الكتابه من على اليمين. طب هنا قال له والله ده انا عندي 1 و4 من 100، هبدا ابص الاعداد عندي في كل عدد في كل خانه. الواحد ده في خانه الاحاد بكام؟ قال لي بواحد. والتسعه دي في خانه الاحاد؟ قال لي بتسعه، لان التسعه دي في خانه الاحاد اهي. دلوقتي التسعه ولا الواحد مين الكبير؟ قال لا التسعه، يبقى ده الكبير. نروح للمثال اللي بعده. المثال اللي بعده مساله لفظيه وجت قبل كده في امتحان، بيقول لك يبعد منزل جمال 44 من 100 كيلو متر عن المدرسه، ويبعد منزل هاني 6 على 100 كيلو متر عن المدرسه، من منهما عليه ان يسير مسافه اكبر للوصول للمدرسه؟ عايز اشوف كل واحد هيبقى هيوصل للمدرسه ازاي، او اقول واحد مين اللي هيمشي مسافه اكبر منهم يعني. فاقول له اول حاجه انا عندي جمال وعندي هنا مين؟ قال لي هاني. هقول والله جمال ده كام؟ قال 44 من 100 يعني 44 على 100، تمام. هاني ده قال لي 6 على 100، يبقى خليها زي ما هي 6 على 100. قال لك هنا يا سيدي بيقول لك يبعد منزل جمال 44 كيلو متر عن المدرسه، يعني منزل جمال ده بيبعد مسافه كبيره 44، انما ده بيبعد 6 على 100 بس، يبقى مين هنا اللي المفروض هيمشي مسافه اكبر؟ هقول له والله المفروض جمال ده هو اللي هيمشي مسافه اكبر. ليه؟ لان هنا جمال ابعد او المسافه اللي بيمشيها اكبر من المسافه اللي بيمشيها هاني. انا عندي مثلا دي المدرسه، هاني موجود هنا، انما جمال قال لي لا والله ده بعيد عنه خالص، بيمشي ده 6 على 100، انما هنا قال لي دي 44 على 100، يبقى معنى كده مين اللي هيمشي اكتر؟ قال لي لا والله جمال هو اللي هيمشي اكتر، يبقى من منهما عليها نسير اكتر او اكبر مسافه يعني، ساعتها اقول له هنا مين؟ جمال. نروح للمثال اللي بعده. المثال اللي بعده بيقول لك اذا كان لدى كل من امل واخيها نفس الكميه من الطعام، فاكلت امل 6 من 10 من طعامها واكل اخوها 4 على 10، فمن اكل اكثر؟ اقول له اول حاجه دي 6 من 10 دي امل، وهنا مين؟ اخوها. فاقول له والله امل كانت كام؟ قال لي 6 من 10 يعني 6 على 10، واخوها قال لي 4 على 10. مين هنا بقى اللي المفروض اكبر؟ قال لي لا 6 على 10 هي الكبيره، طالما المقام شبه المقام ببص للبص، ال 6 على 10 ولا 4 على 10؟ لا ال 6 على 10، يبقى من اكل اكثر؟ فاقول له والله امل. تمام كده؟ ونكون بكده ان شاء الله خلصنا درسنا النهارده، وكل اللي عليك ان انت تحل الواجب في التدريبات سواء كتابه سلاح التلميذ او الاضواء او غيره. طبعا ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وكتابة كومنت لو عجبك الشرح، واشوفكم على خير ان شاء الله في الحصة اللي جاية ودرس جديد. مع السلامة.